بركاته. ان شاء الله يا اولاد هنبدا النهارده انتروداكشن بسيطه للفسيولوجي اوف اندوكراين سيستم. وقبل ما نبدا انا حابب اكد لك على اهميه الاندوكراين سيستم في الانتروداكشن دي بالذات. الاندوكراين سيستم يا اولاد هو من الحاجات اللي موجوده عندنا واللي بتربط بين كل جزء والتاني عندنا في الجسم. فلازم قبل ما تبدا يا اولاد يكون عندك سكيما او خريطه ذهنيه انت ماشي فيها قبل ما تبدا الاندوكراين. لازم ولا بد الموضوع ده عشان خاطر ما ينفعش تخش على كل جزء وتروح على كل جلاند تبدا تعد كل المعلومات من الاول. انا مش عايزك كده، انا عايزك تبقى فاهم وتسهل على نفسك الدنيا ببساطه. عشان كده انا عملت لكم البدايه دي والانترودكشن البسيطه دي بحيث نبقى فاهمين قبل ما نخش على السيستم بتاعنا وقبل ما نخش على الخريطه بتاعتنا نبقى فاهمين كل جزء من ده. قبل ما نخش على جزء تبقى انت فاهم اكتر من تلت المعلومات، انت بنفسك اللي هتقول. فعشان كده احنا عاملين الانترودكشن دي. طب يا دكتور انت ليه خدنا الاندوكراين واشمعنى بالذات في الاندوكراين هتعمل نقطه الشبكه او نقطه الاتصال اللي بيحصل بين كل جزء والتاني؟ احنا عندنا اولاد في الجسم بتاعنا عشان خاطر البرين يقدر يوصل او يقدر يوصل معلومات من مكان للتاني او يقدر يحصل كونكشن من مكان للتاني كان لازم ولا بد يبقى في سيستمز مسؤول عن الموضوع ده. طب يا دكتور ممكن تديني مثال للموضوع ده؟ هقول لك ماشي. عندنا اولاد احنا انا مثلا لو عايز حابب اتصل بشخص صديق، لو انا عايز اتصل بصديق ليا ممكن ان انا اتصل بيه بالموبايل، او انا عايز اتواصل معاه ممكن اتصل بيه بالموبايل تمام، او ممكن ابعت له ظرف عايز اقول له معلومه فانا ممكن ابعت له ظرف، او ممكن ان انا اروح له بنفسي او ابعت له حد. يبقى في طرق كتيره من التواصل بين انا بيني انا والشخص اللي انا عايز اوصل له. بالظبط يا اولاد عندنا في الجسم عشان خاطر الجسم يقدر يتواصل بين كل جزء والتاني كان لازم ولا بد يبقى في سيستمز متخصصه في الموضوع ده. طب احنا عندنا دكتور ايه السيستمز اللي موجوده؟ في سيستمز كتير من الجسم، ولكن اهم اتنين سيستمز يا اولاد هم اول واحد فيهم هو النيرفس، تاني حاجه يا اولاد هي الهرمونال. يبقى احنا عندنا يا اولاد في طريقتين عشان خاطر نقدر نوصل المعلومات من مكان للتاني جوه الجسم، يا اما نقلها عن طريق النيرفات يا اما نقلها عن طريق الهرمونال. عشان خاطر كده يا اولاد بدانا ندرس المديول بتاعنا اللي اسمه الاندوكراين سيستم، واللي قلت لك واكدت لك ان المديول ده ما هو اللي عباره عن انتجريشن بين اكتر من مكان، هو ده اللي مسؤول عنه الهرمونات اللي تقدر تتصل من مكان للتاني وتقدر توصل المعلومات من مكان للتاني. عشان خاطر تروح تقول لي ده قوم بالوظيفه دي وتروح تقول لي ده لا وقف الوظيفه بتاعتك دلوقتي. طب يا دكتور النيرفات هناخدها فين؟ هناخدها بالتفصيل يا اولاد في مديول السي ان اس، مش وقتها دلوقتي. طب مين فيهم اسرع؟ معلومه ليك برضو، معلومه كده معلومه عامه، مين فيهم اسرع؟ اكيد النيرفات. عشان خاطر الهرمونات يا اولاد انا بفرزها في الدم، فعلى ما تتنقل تروح للمكان بتاعها سرعه الدم اقل او ابطا بكتير من سرعه النيرفات. خلاص يبقى انا لو عايز اوصل حاجه سريعه او عايز اوصل لصديقي معلومه سريعه ممكن اتصل بيه. طب لو انا عايز حاجه بطيئه ممكن اروح له او ممكن ابعت له وسيط او ممكن ابعت له في ظرف. بالظبط يا اولاد هي ده الفرق بين النيرفات والهرمونات، وهو ده اللي بيتم عن طريق الجسم بتاعنا في التواصل. يعني البرين مثلا لو عايز يروح للادرينال جلاند ويقول لها افرز الهرمونات بتاعتك، يا اما يبعت لها نيرف والنيرف ده يروح يحفز الادرينال جلاند انها تفرز الهرمونات، يا اما يبعت لها هرمونات تبدا تاثر على شغل الادرينال جلاند وتبدا تخليها تفرز الهرمونات الخاصه بيها. بكده يا اولاد يقدر الجسم يبقى عنده كونكشن بين كل مكان للتاني ويقدر ياثر على وظيفه كل جزء والتاني، وده عن طريق البرين يا اولاد. وهنعرف دلوقتي علاقه. طب انا ممكن يا دكتور تقول لي ان النيرفات دي، انت قلت لي ان النيرفات خلاص النيرفات طالعه من البرين لان البرين عباره عن سي ان اس، ده النيرف سيستم، فكل النيرفات ممكن يخرج. طب الهرمونات يا اولاد ايه علاقتها او ايه اتصالها يا دكتور بالهرمونال سيستم؟ يعني ايه علاقتها بالموضوع ده؟ هو ده اللي هنعرفه يا اولاد دلوقتي. فتعالوا مع بعض نبدا مع اول واحد او الاندوكراين سيستم ونبدا ناخد انترودكشن بسيطه. اول حاجه انا عايزك تعرف الاندوكراين سيستم يا اولاد هو عباره عن شويه غدد. هي غدد صماء. يعني ايه صماء؟ يعني دكت، لسه يعني ما لهاش اي دكت. يعني يا دكتور هل في غدد ليها دكت؟ او في شويه غدد ليها دكت زي البنكرياس. البنكرياس ده ميكسد جلاند، في شويه فيه غدد وشويه ما فيهاش غدد. وغالبا يا اولاد اللي بيبقى ليه غدد او اللي بيبقى ليه دكت ده يا اولاد بيبقى عباره عن انزيم بيفرز انزيمات زي مثلا انزيمات الجي او تي، وخدنا زي البايل، وخدنا زي الانزيماتيك بنكرياس او البنكرياتيك انزيم اللي بتبدا تخرج من البنكرياس عن طريق الدكت بتاعتها وتتحد مع الدكت بتاعت البايل ويبدا يصبوا في السمول انتستين. دي دكت. طب الاندوكراين سيستم او الاندوكراين جلاند لا يا ولاد دي مش تحتاجش دكت ولا تحتاج اي حاجه ولا محتاجه قنوات، ولكنها بتصب القنوات بتصب المحتويات بتاعتها او الهرمونات بتاعتها جوه الدم على طول. فتعالوا مع بعض نشوف الاندوكراين سيستم عندنا او الجلاند اللي موجود عندنا. الرسمه دي يا اولاد موضحه اهم الجلاند اللي موجوده عندنا او الميجور جلاند، ولكن مش هناخد معظمها. خلاص يعني احنا عندنا جلاند كتير في الجسم، ولكن دي الميجور جلاند اللي هيهمنا في الهرمونال سيستم او السيستم بتاعنا اللي هنمشي فيه طول المديول. فاحنا عندنا اولاد فوق الهايبوثالامس مش جلاند قوي، ولكن هقول لك هو ليه حاططها هنا. اول حاجه اولاد احنا عندنا اتنين فوق في البرين، واحده اسمها البيتيوتري جلاند والتاني اسمها الباينيال. وعايزك تشطب الباينيال لاننا مش هناخدها، والقسم بتاعنا ريحنا خالص ومش هيدينا الباينيال والله العظيم يدعوا لهم.
وفروا علينا كتير والله. تاني حاجه يا ولاد عندنا هنا عند النك، في قدام النك هنا قدام اللارنكس في اتنين جلاندز، واحده اسمها ثايرويد وعلى ظهرها في الباراثايرويد، هناخدها بالتفصيل وهوريكم الصوره ليها دلوقتي تمام. طب بعد كده في قدام الاسترنم هنا يا ولاد هي الساينس، وكمان القسم بتاعنا شلنا الساينس والله كتر خيره. بعد كده يا ولاد في اتنين كمان، في واحده هي الادرينال، والادرينال دي بتنقسم لكورتكس ومضلل، هناخدها بالتفصيل دلوقتي ما تقلقش ما تقلقش، هناخد كل حاجه. وبعد كده في البنكرياس، واخر حاجه الجونادز. يبقى تاني يا اولاد انا عايزك تعرفوا بس اول حاجه قبل ما نمشي كده، انا عايزك تحفظهم في اتنينات. يعني ايه؟ يعني عند البيتيوتري فوق يا اولاد هنعرف كمان شويه بالظبط ان هي بتنقسم الانتيرو بيتيوتري وبيسيرو بيتيوتري. يبقى في فوق في المخ جام واحده اتنين، انتيرو وبيسيرو، اعتبرهم اتنين عشان خاطري عشان تقدر تسهل الدنيا. طب تحت يا اولاد هنا في النك هلاقي اتنين، الثايرويد وعلى ظهرها الباراثايرويد. بعد كده هروح للادرينال جلاند، الغده اللي فوق الكلويه او الغده الكظريه، هتنقسم حاجتين، يا اما كورتكس قشره بره، يا اما نخاع مضله جوه. طب بعد كده ناقص اتنين، هما البنكرياس والجونادز، عايزك تحفظهم زي ما انا بقول لك كده، اتنينات انتيرو وبوستيرو، ثايرويد وباراثايرويد، بعد كده الادرينال جلاند كورتكس ومضله، بعد كده يا اولاد البنكرياس والجونادز. تعالوا مع بعض ناخد اول واحده، انا هوريك دلوقتي كل واحده فيهم بالتفصيل، وهناخد بعد كده يا اولاد نبدا نشوف الهرمونات لما بتخرج ايه الحاجات اللي بتعملها او الخصائص بتاعتها. تعالوا مع اول واحده يا اولاد، هو البيتيوتري. وعشان افهمك البيتيوتري يا اولاد كان لازم ولابد تبقى فاهم الامبريوجيك الاوريجين بتاعها. يقول لك ان الامبريوج بتاع البيتيوتري جلاند كان فيه جزء نازل جاي من تحت من الراسكس باوتش، وجزء جاي من فوق من البرين. اللي جاي من تحت كون الانتير بيتيوتري، واللي جاي من فوق يا اولاد سميناه البوستيري بيتيوتري. فعشان كده يا اولاد لما جينا نبص لقينا ان الجلاند عندنا او البيتيوتري يا اولاد مسؤول عن حاجتين. اول حاجه عندنا يا اولاد هي الانتير بيتيوتري، انتير لوب بتاع البيتيوتري جلاند، وتاني واحده يا اولاد هي البوستيري لوب بتاع البيتيوتري جلاند. لقينا يا اولاد ان مين اللي متصل في البرين، الاتصال بتاعه مع البرين فوق هو البوستيري بيتيوتري، لان ده يا اولاد اصلا كان من البرين، متصل يا اولاد بانفانديبولم. انفانديبولم حاجه كده زي عارفين يا اولاد اللي هو الستوك، حاجه زي الجدر اللي ماسك بيه في البرين. خلاص متصل بحاجه هنا اسمها الميديان ايمينانس اللي موجوده في الهايبوثالاموس. خلاص يبقى الهايبوثالاموس يا اولاد نازل منها انفانديبولم كده متصل بالبوستيريو بيتيوتري، والانتيريو بيتيوتري يا اولاد بدا يتصل عن طريق فاسكولار كونكشن. يبقى احنا عندنا اولاد البيتيوتري جلاند عباره عن حاجتين، يا اما انتيريو يا اما بوستيريو. البوستيريو لوب افتكر ده اسمه نيورو هايبوفيزيس، يبقى متصل فوق بالبرين بعباره عن شويه نيرون، والنيرون دي يا اولاد السيل بودي هنا موجود هنا فوق في الهايبوثالاموس، وتحت والاكسون بتاعها يا اولاد نزل لتحت اللي احنا خدناها سوبر اوبتيك وبارافنتريكولار. احنا عندنا يا اولاد الكونكشن بين الهايبوثالاموس والبوستيري بيتيوتري عباره عن النيرفات، شويه نيرون، النيرون السيل بادي بتاعها اتفرزت هنا ونزلت تحت. دي اول معلومه عايزك تعرفها. طب تاني معلومه يا اولاد ان احنا عندنا الانتيريو بيتيوتري الكونكشن بتاعها مع فوق عباره عن بلاد فيزل. يبقى تاني انا لو عايز ارسم مثلا هنا، اول حاجه هلاقي ان هنا احمر على البلاد فيزل. طب لو رسمت يا اولاد هنا، تعالوا نرسمها اصفر عشان تسهل علينا الدنيا، هلاقي ان هنا في سيل بودي كده، والنيرون بتاعتها يا اولاد نزلت تحت كده اللي هو الاكسون بدا ينزل لتحت. اما الناحيه الثانيه يا اولاد كان عباره عن بلاد فيزل، خلاص هنا عباره عن شويه بلاد فيزل كده. ده الكونكشن بين الانتيريو بيتيوتري والهايبوثالاموس فوق، والناحيه الثانيه الكونكشن بتاعها اسمه من البوستيريو لوب والهايبوثالاموس، هو عباره عن شويه نيرون. طب عشان كده يا اولاد سمينا الانتيريو بيتيوتري حاجه اسمها ادينو هايبوفيزس. يعني ايه ادينو؟ يعني بلاد فيزل. هايبوفيزس يعني البيتيوتري جلاند، خلاص. اما الثانيه نيورو هايبوفيزس ليه يا اولاد؟ عشان الكونكشن عباره عن شويه نيرون، سهله تمام. طب الكونكشن بين فوق وتحت سميناها هايبوسلام وهايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن، ده بالانتيريو بيتيوتري، بورتال يعني بلاد فيزل، خلاص ده الانتيرو لوب. اما البوستيريو لوب يا اولاد سميناها هايبوسلام وهايبوفيزيال تراكت، هايبوسلام وهايبوفيزيال تراكت. اما الثاني هايبوسلام وهايبوفيزيال بورتال سيركيوليشن، خلاص كده تمام. دي البيتيوتري، وهنرجع لها واقول لكم الهرمونات بتاعتها، ولكن هنأجلها شويه، هقول لكم هنأجلها شويه ليه تمام. طب تاني واحده يا اولاد قلنا فوق انتيرو وبوستيرو، نزل على تاني واحده يا اولاد هنا هي الثايرويد والباراثايرويد. فبيقول لي ان الثايرويد يا اولاد موجوده هنا في النك عباره عن اتنين لوب بينهم اسمه في كونكشن بينه. ولو بصيت يا اولاد دي اول حاجه هي موجوده هنا يا اولاد عباره عن اتنين كونكشن او اتنين لوب في اسمه في النص، واللوب ادي اول لوب، وبعد كده يا اولاد تاني لوب وفي بينهم كونكشن. تاني حاجه يا اولاد لو بصيت على البوستيرو بورت او البوستيريو فيو بتاع الثايرويد هلاقي فيه اربعه جلاند هم الباراثايرويد جلاند. يبقى احنا عندنا هنا اثنين، الثايرويد والباراثايرويد. طب الثايرويد يا دكتور بتفرز ايه؟ بتفرز اثنين هرمونات مهمين جدا، التي 3 والتي 4 واللي بنسميهم الثايرويد هرمون، وثاني واحد اسمه الكالسيتونين، وده هنعرف اهميته قوي يا اولاد في الكالسيوم، ان هو بيقلل نسبه الكالسيوم في الدم. ده موجود في الثايرويد، على عكس خالص في الباراثايرويد، هي الباراثايرويد هرمون هو ده اللي بيعلي نسبه الكالسيوم في الدم.
يبقى سهله. يبقى تاني الثيرويد هرمون يا اولاد، الثيرويد الجنين دي بتفرز ايه؟ اتنين، يا اما ثيرويد هرمون تي 3 وتي 4، يا اما الكالسيتونين اللي بيقلل نسبه الكالسيوم في الدم. على عكسه خالص ورا في الباراثيرويد انها بتزود نسبه الكالسيوم في الدم عن طريق الباراثيرويد هرمون. تمام يا دكتور، انا كده عرفت. طب الاثنين اللي بعدهم انت اللي هتقول، ادرينال جلاند كان بتتقسم لكورتكس ومدلك. طب تعال نشوف الادرينال جلاند. ادي يا اولاد الكدني، ادي احنا قلنا اهو الكدني. فوق الكدني يا اولاد كان في الادرينال جلاند اللي هي الغده الكظريه او الغده الفوكلويه. والغده الفوكلويه يا اولاد كتب باسم حاجتين، في ادرينال كورتكس هي القشره اللي بره، وادرينال المضله هو اللب من جوه، لب الحاجه ولب الغده من جوه بنسميه ادرينال المضله. يبقى تاني في قشره ومن جوه نخاع. لما جينا نبص يا اولاد على الامبريولوجي او على الهيستولوجيكال ابييرنس بتاع الاثنين، جينا نبص يا اولاد لقينا ان احنا عندنا ان الادرينال كورتكس اهي بتقسم لثلاثة زون، وناخدها بالتفصيل في الهستولوجي ما تقلقوش، بتنقسم لثلاثة زون. حاجة اسمها زونا جوليوميلوزا وفاسيكولاتا وريتيكولاريز، بنقول لها حاجة اسمها جي اف ار. يبقى جوليوميلوزا فاسيكولاتا ريتيكولاريز دول الثلاثة لير بتوع الادرينال كورتكس اللي هو القشرة بتاعت الغدة الكظرية اللي احنا خدناها فوق يا ولاد، اللي هي الجزء ده كده. هو ده يا ولاد الجزء ده كده، ده عبارة عن ثلاث حاجات، جلوميرولوزا فاسيكولاتا ريتيكولاريز. ما تاخدش بالك في التفاصيل دلوقتي، احنا هناخدها بتفاصيل في الاستولوجي ما تقلقش، ولكن انا بقول لك دلوقتي عشان خاطر هنستخدمها. طب الادرينال المضله يا اولاد دي لوحدها بقى ده جزء واحد. فيقول لك ان احنا عندنا لما جينا بصينا على الجزء ده بتاع جلوميرولوزا لقيناه بيفرز حاجه اسمها الالدوستيرو، وجينا بصينا على الفاسيكولاتا لقيناه بيفرز الكورتيزون. والكورتيزون هنعرف بالتفصيل يا اولاد الفرق بينهم في البايو ما تقلقوش. طب ثاني حاجه اللي هي ريتيكولاريز تبع الاندروجين اللي هو السكس هرمون. يبقى تاني يا اولاد الادرينال كورتكس ثلاث اجزاء، جلوميرولوزا فاسيكولاتا ريتيكولاريز الدوستيرون كورتيزون واخر حاجه الاندروجين. وبعد كده يا اولاد الادرينال المضله اللي هي النخاع الغده الكظريه هيبدا يفرز الكاتكولامين اللي هو الادرينالين والنورادرينالين. يبقى كده عرفنا الادرينال جلاند الغده الفوقيه بتقسم كورتكس ومضله، كورتكس ثلاث اجزاء والمضله جزء واحد، الثلاث اجزاء بتوعهم هيبداوا يفرزوا ثلاث هرمونات، اما الكاتكولامين هتفرز دي الهرمونين اللي هم الكاتكولامين ادرينالين ونورادرينالين. يبقى احنا كده خلصنا انتيرو وابستير، خلصنا ثايرويد وباراثايرويد، نزلنا تحت على الادرينال جلاند خدنا الكورتكس والمضله، تعالوا بقى ننزل على البنكرياس واخر حاجه الجونات. فبيقول لي يا اولاد ان البنكرياس من الصوره بتاعته كده احنا كده واخدين مقطع في الجزء الشمالي ورا الاستومك، انا شلت الاستومك خالص وبص ورا الاستومك لقيت البنكرياس. البنكرياس يا اولاد معرفتنا في الجي اي تي كان فيه هو عباره عن اكزوكراين جلاند. الاكزوكراين جلاند دي يا اولاد كان ليها دكت كده، الدكت دي بتتصل مع الكومن بايل دكت وتفتح في الامبوله اوف فتر عشان تبدا تصب السكريشن بتاعتها في الانتستين. خلاص في جزء كمان يا اولاد كان اندوكراينال، وده يتمثل يا اولاد في اتنين سيل، الالفا سيل والبيتا سيل، وهناخدهم بالتفصيل يا اولاد وناخد الهرمونات بتاعتها، مين فيهم بيفرز الانسولين ومين فيهم بيفرز الجلوكاجون. طبعا معرفتنا عن البيتا سيل انها بتفرز الانسولين، اما معرفتنا عن الالفا سيل انها بتبدا تفرز الجلوكاجون. يبقى احنا كده لو خلصنا كل الجلاند اللي موجوده عندنا، او اخر حاجه ناقص الجونات زاويه يا اولاد هي التستس اند اوفري. يبقى تاني يا اولاد احنا خدنا انا بس مبديك ايه بفرش لك الدنيا عشان خاطر كمان شويه هعرفك انا ليه بقول كده. يبقى تاني يا اولاد احنا عندنا فوق انتيرور وبوستيرور، وعندنا هنا ثايرويد وباراثايرويد، وعندنا هنا الادرينال جلاند كورتكس ومضله، وبعد كده في الاخر بنكرياس وجونات. خلاص كده تمام. بيقولك بقى يا اولاد انا قلت لي يا دكتور كل الهرمونات، يعني انت قلت لي مثلا هنا التستس والاوفري هتفرز التستوستيرون، وهنا الاوفري يا دكتور هتفرز الاستروجين والبروجستيرون، وقلت لي كمان ان احنا عندنا هنا البنكرياس هيفرز الانسولين ويبعد ان هيفرز الجلوكاجون، وقلت لي في الادرينال جلاند اللي هي كورتكس ومضله كل واحد بيفرز حاجه، وقلت لي الثيرويد والباراثيرويد كل واحد فيهم هتفرز حاجه، كده عندي يا دكتور الانتيرو والبوستيرو بيتر ما قلتليش. عشان كده تعال نبص للرسمه اللي موجوده دي. فبيقولك يا اولاد ان احنا عندنا طبعا ده الهايبوثالاموس، احنا قلنا خلاص ان ده الهايبوثالاموس هو الجزء اللي فوق اللي هيبدا يحصل فيه بين الكونكشن بينه وبين الانتيريور بيتيتري بيتري. لو في هنا فاسكولار كونكشن الاحمر ده يبقى ده الانتيريور بيتيتري الجزء ده، ولو في نيورال كونكشن كده يبقى ده البوستيريور بيتيتري. تمام. اول حاجه اول فرق عايزك تعرفه ان الانتيريور بيتيتري يا اولاد الهرمونات اللي فيها هي اللي بتفرزها، هي من نفسها اللي بتفرزها، اما البوستيريور بيتيتري الهرمونات اللي فيها مش هي اللي بتفرزها، ده جايه لها من فوق من الهايبوثالاموس، خلاص من السوبرا اوبتيك والبارافنتريكول. يبقى تاني احنا عندنا الانتيريور بتفرز البوستيريور يا اولاد، بتعمل ايه؟ بتخزن جواها الهرمونات اللي جايه من فوق. تمام. عشان خاطر يا اولاد كل واحده من دول مستقله، فكل واحده من دول يا اولاد الانتيريور هتفرز الاثنين بتوعها والبوستيريور هتخزن الاثنين بتوعها. فلقينا ان الانتيريور يا اولاد بتفرز الجروس هرمون والبرولاكتين، دول الاثنين بتوعها دول الخاصين، ولقينا ان البوستيريور بتخزن الاثنين بتوعها هم الاي دي اتش والاكسيتوسين. يبقى تاني الانتيريور يا اولاد هتفرز كام هرمون؟ انا عايزك دلوقتي بس تحفظهم اثنين، ايه هم؟ الجروس هرمون والبرولاكتين، دول اللي الانتيريور بتقدر بتفرزهم وهم دول اللي بيعملوا الفانكشن بتاعتها. تقول لك ايوه مش انا جلاند لازم افرز حاجه ليا، انا اللي افرزها وانا اللي اتحكم في، انا اللي اقوم بالفانكشن دي. ولقينا هناك يا اولاد البوستيريور بيتيتري بتخزن حاجتين هما الاي دي اتش والاكسيتوسين. زياده وعلاوه على ذلك يا اولاد
عشان خاطر البرين عندنا يقدر يتحكم في كل الهرمونات او اعزق معظم الجلاند اللي عندنا. وانا قلت لك من شويه ان البرين المفروض ان هو بيطلع نيرفات فبيتحكم في اجزاء كتيره في الجسم. طب البرين يا اولاد ازاي هيتحكم في الهرمونات؟ عشان كده يا اولاد البرين كان لازم ولا بد يبقى ليه اتصال مع جلاند الجلاند دي تنقل له كل اخبار الجلاند التانية كلها. فعشان كده اختار البيتيوتري جلاند اللي قريبه منه انها تكون المايسترو اوف ذا جلاند. عشان كده يا اولاد كنا خدنا قبل كده ان الغده النخاميه هي المايسترو بتاعت الجلاند كلها، هي دي اللي بتحكم فيهم. طب اشمعنى البرين اختاره؟ عشان ده اقرب حاجه ليه. طب اشمعنى يا اولاد اتصل فوق في الهايبوثالاموس؟ دي حاجه هتعرفوها اكتر في سي ان اس. الهايبوثالاموس عندنا يا اولاد ده الجزء اللي بيشيل كل السنسيشن اللي جاي من تحت. يعني احنا واقفين كده يا اولاد، انا مثلا حاسس بالارض تحتي، الاحساس ده اتنقل عن طريق النيرفات. النيرفات وهي طالعه بتعدي الهايبوثالاموس. يبقى الهايبوثالاموس ده يا اولاد هي دي اللي جالها النيرفات بتاعت او الافكتات بتاعت دي الاحساسات دي كلها. ده بيروح للثالاموس الاول، يعني قبل ما يروح للهايبوثالاموس يا اولاد بيروح للثالاموس الاول يبدا ينقل الاحساسات، والحاجات دي بتروح للهايبوثالاموس. يعني الهايبوثالاموس تبدا تحس بالحاجات دي. بعد كده لو انا البرين محتاج ان هو يزود سيكريشن حاجه معينه، يقوم البرين يبعت للهايبوثالاموس، يبعت للبيتيوتر جلاند، تقوم راحه للجلاندات كلها تقول لها يا جلاند انت تزودي السيكريشن، انت تقللي السيكريشن. يبقى عشان كده اختار من البيتيوتر اللي كانت موجوده فوق جنب البرين انها تكون مسؤوله تبقى المايسترو. تمام يا دكتور؟ يبقى مفيش ولا واحده ثانيه من الجلاند التانيين الجلاند اللي احنا اتكلمنا عنهم، ولا واحده من دول هتبقى مايسترو. الانتيريو بيتيوتر هي اللي تبقى مايسترو. طب يا دكتور هتبقى مايسترو على مين؟ هل هتبقى مايسترو على كل الجلاند اللي موجوده؟ تعال نشوف. يقول لك يا اولاد من كل اتنين جلاند موجودين هيبدا الانتيريو بيتيوتر تختار واحده بس. يقول لك يا انتيريو بيتيوتر بانك مايسترو، لا انت مش هتختار اتنين، انت هتختار لنا واحده بس. فكنا خدنا يا اولاد فوق الانتيريو بوستيريو بيتيوتر خلاص خلصناها. بعد كده يا اولاد نزلنا على تحت لقينا الثايرويد والباراثايرويد. انت يا جلاند انت يا انتيريو بيتيوتر عايزه تختار انهي واحده فيهم؟ تقول لك لا انا عن نفسي انا هختار اكبر واحده فيهم، فهختار التي اس اتش. والتي اس اتش يا اولاد هو الثايرويد ستيميوليتنج هرمون، هو ده اللي هيروح اللي يحفز الثايروكسين او يحفز افراز الثايرويد هرمون من الثايروكسين من الثايرويد جلاند. يبقى تاني يا اولاد الانتيريو بيتيوتري هي المايسترو، يعني هي اللي هتحكم في السكريشن بتاعه الجلاند اللي جايه. طب هي اختارت انهي واحده؟ هقول لك لا، بما ان احنا كنا حافظينهم اتنينات وانا قلت لك اتنينات، عشان كده هقول لك ان هي الانتيريو بيتيوتري هتختار من كل واحده من كل اتنين واحده بس. فهنا الثايرويد والباراثايرويد اختارت الثايرويد. عارف ليه؟ عشان الثايرويد اكبر. طب لو رحنا للجلاند الادرينال جلاند كان في كورتكس وكان في مدلة، تفتكر هتختار انا؟ هتختار الكبيره برضه الاي سي تي اتش اللي هو الكورتكس. يبقى الاي سي تي اتش كان اسمه ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون، ده يا اولاد بيروح ياثر على شغل الادرينال كورتكس، هو ده اللي هيروح يتحكم في الادرينال كورتكس. وناخد ده بتفصيل قدام. طب اخر واحده يا اولاد، بما ان بقى بنكرياس وجونادز، تفتكر مين اهم الانسان؟ اكيد يا اولاد الجونادز، لان ده اللي بيساعد على التكرار او بيساعد على الاستمراريه بتاعتنا، ويبدا يحصل البرودكشن وهكذا والاستمراريه بتاعت البني ادمين. يبقى ثاني يا اولاد احنا عندنا الانتيريور بيتيوتري، اول حاجه انا عايزك تعرفها ان ليها اتنين هرمون. زي ما البوستيريور يقول لك زي ما البوستيريور عنده اتنين، انا كمان يبقى لازم يبقى ليا اتنين. والبوستيريور بيخزن، لا انا لازم اصنع من عندي، فهصنع اتنين الكروس هرمون والبرولاكتين، دول هيقوموا بوظايف اللي انا عاوزها. طب انا عايز بقى عشان اسمع كلام البرين واثر واخلي تحت تاثيري جلاند معينه، فهلاقي ثلاثه جلاند يا اولاد. اول واحده فيهم هي الثايرويد، من الثايرويد والباراثايرويد اخترنا الثايرويد، ومن الكورتكس والمظله اخترنا الكورتكس، ومن الجونادز والبنكرياس هنختار الجونادز لان دي اهم، هي بتختار اهم من كل حاجه. طب تعالوا نبص على الصوره دي يا اولاد ونفهم اكتر. فلقينا يا اولاد ان احنا عندنا ادي الهايبوثالاموس فوق اهو. الهايبوثالاموس يا اولاد كان ليه كونكشن، الكونكشن ده كان مع الانتيريور بيتيوتري والبوستيريور بيتيوتري. فلقينا ان النيورال كونكشن مع البوستيريور عمل لي حاجتين، الاوكسيتوسين والفازوبريسين اللي اسمه الاي دي اتش. يبقى دول اتنين هنعرفهم بالتفصيل وهناخد كل ده بتفصيل ما تلاقوش يا اولاد. طب الانتيريور بيتيوتري يا دكتور، لقينا ان فيها اتنين خاص بيهم، هو الجروس هرمون والبرولاكتين، وكمان يا اولاد ثلاث حاجات مش ثلاث هرمونات، هم اربع هرمونات ولكن ثلاث حاجات بتاثر عليهم. اول حاجه تاخد الثايرويد هرمون او الثايرويد جلاند فتاثر عليه بي تي اس اتش، اسمه ثايرويد ستيميليتنج هرمون، يعني هو ده اللي هيروح يحفز الثايرويد انها تفرز الثايرويد جلاند الثايرويد هرمون. وبعد كده راحت على الادرينال كورتكس فخليته يفرز الاي سي تي اتش، او افرزت الاي سي تي اتش خليته ياثر على الادرينال كورتكس. طب بعد كده يا اولاد في الاف اس اتش والال اتش هيروح ياثر على الجونادز وهناخدهم بالتفصيل قدام. يبقى كده عرفنا كل الجلاند وعرفنا المايسترو بتاعهم هو الانتيريور بيتيوتري، والانتيريور بيتيوتري اولاد المايسترو بتاعهم ده ليه اتنين جلاند اتنين هرمون، الانتيريور بيستيريو كل واحد ليها اتنين، ولكن يزيد على الانتيريور انها اختارت من كل اتنين اختارت اهم واحده فيهم عشان خاطر تاثر عليها وتبدا تاثر على شغلها. جميل يا دكتور، انا لحد دلوقتي انت قلت لي مقدمه بسيطه، ولكن يا اولاد انا ما يهمنيش الجزء ده، يهمني اكتر الجزء اللي جاي. تعالوا الاول يا اولاد نشوف الجزء اللي جاي ده عباره عن ايه.
الجزء اللي جوه ده يا ولاد اهم 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 حاجه عندنا في الاندوكراين سيستم كله كله. انا مش عايزك تحفظ حاجه غير الجزء ده، يعني انت لو داخل الامتحان مش حافظ حاجه غير الجزء ده انا اضمن لك انك تجيب تحل. لكن يا ولاد الجزء ده اوعى اوعى تخشوا على اللي بعده من غير ما تبقوا فاهمين الجزء ده. فتعالوا يا ولاد نشوف الجزء ده عباره عن ايه. اول حاجه يا ولاد احنا عندنا المفروض ان اي جلاند عندنا هنفترض ان دي الاندوكراين جلاند اهي موجوده. الاندوكراين جلاند يا اولاد المفروض ان احنا خدنا او عرفنا من شويه ان هي هتبدا تفرز الهرمونات الحيويه في البلاد فيزل، فده اندوكراين جلاند افرزت السهم افرزت الهرمونات الحيويه داخل البلاد فيزل، وعشان افرزته جوه البلاد فيزل المفروض ان الهرمون ده هيروح فين؟ اكيد هيروح لتارجت اورجن، الاورجن اللي هيبدا يشتغل عليه وهي دي التارجت سيل. يبقى تاني يا اولاد ادي اندوكراين جلاند افرزت الهرمونات الحيويه في البلاد فيزل، البلاد فيزل اول ما راحت للبلاد فيزل وصلها لحد التارجت سيل بدات تعمل اكشن عند التارجت سيل. فعايز يا ولاد تبقوا ماشيين بسكيما. ايه هي السكيما؟ اول حاجه انا عايزك تبقى عارف الهرمون ده وهو طالع من الجلاند كان النيتشر بتاعته ايه، هل هو بروتين ولا استرويد ولا مونوبوبتايد، دي اول حاجه. تاني حاجه وهو ماشي يا ولاد في البلاد فيزل هو كان ماشي كده لوحده ولا رايح بتوبيس ولا رايح بعربيه ولا رايح بايه بالظبط، رايح بتاكسي ولا رايح بتوك توك ولا رايح بايه بالظبط، دي تاني حاجه. تاني حاجه يا ولاد انا عايزك تقول لي لما يروح للتارجت سيل هو هيروح يعمل ايه، ولما يروح بعد ما يخلص شغله هيقول لي، هيجي يقول لي انا كجلاند اللي انا قلت له روح قوم بالوظيفه دي. يعني مثلا انت بعت اخوك يروح يجيب حاجه، بعد ما يجيب حاجه او يروح يوصل رساله، المفروض بعد ما يوصل الرساله بيجي يقول لك انا وصلت الرساله عشان خاطر يبقى خلاص يهدى ويطمن ان الرساله وصلت. طب بعد كده المفروض ان الهرمون ده بيروح يقوم بفانكشن معينه، لو حصل فانكشن ان الهرمون ده زاد او قل ايه اللي ممكن يحصل في الجسم؟ يبقى تاني يا اولاد انا عايز الاسكيمك في ديفيد ماك. اول حاجه المفروض الهرمون طالع منين؟ من جلاند طبيعي، هيمشي فين؟ في البلاد فيزل، وبعد ما يمشي في البلاد فيزل هيروح لتارجت اورجان. فاول حاجه اسال نفسك الهرمون وهو طالع من الجلاند ده يا دكتور كان النيتشر بتاعته ايه. تاني حاجه يا دكتور هو ماشي في البلاد فيزل كان الموضوع بتاعه هو ماشي في البلاد فيزل، هل ماشي لوحده كده ولا ماشي بعربيه ولا ماشي بتاكسي ولا ماشي بايه. تالت حاجه يا اولاد لما يروح للتارجت سيل هل هيقوم ايه الفانكشن بتاعته اللي هيقوم الاول، يعني ايه الحاجه اللي هيعملها؟ بعد كده لما يخلص الحاجه اللي هيعملها دي هيرد عليا يقول لي ايه، يعني هيقول لي انا خلاص وصلتها ولا هيعمل ايه. تالت حاجه يا اولاد الديس فانكشن لو حصل اي مشكله الفانكشن بتاعته زادت او قلت هو ده اللي هنعمله. تعالوا مع بعض مع اول واحده الكيميكال نيشر بتاعه الهرمون، وهي دي يا اولاد اللي هتحل لنا كل الشفرات اللي جايه. يعني ايه يا دكتور؟ في لك الاولاد ان احنا عندنا ان الاندوكراين جلاند اللي عندنا في هتبدا تفرز هرمونات، وعلى حسب الكيميكال نيشر يا اولاد بتاعه كل واحده هيبدا يتبين بعد كده الاجزاء اللي جايه. فلقينا ان الكيميكال نيشر بتاعه الهرمونات يا اما اول حاجه بروتين يا اما الهرمونات دي ليبت او مصنوعه من استرويد. فاحنا عندنا يا اولاد اول حاجه يا اما بروتين يا اما استرويد. طب يا دكتور مين فيهم بروتين؟ مين من الجلاند اللي احنا قلناها دي كلها بيفرز هرمونات عباره عن بروتين؟ هقول لك ان كلمه بروتين اول حرف بي، فتاخد الثلاثه بي البيتيوتري والبنكرياس والباراثايرويد، هم دول اللي يفرزوا لي الهرمونات بتاعتها كلها بروتينات. طب مين يا دكتور اللي يفرز استرويد؟ هقول لك اثنين. هقول لك ان احنا عندنا مش استرويد كل الاسترويد حرف الاس، هقول لك ان احنا عندنا اول حاجه الاس ده شبه السي صح، فيروح ياخد الادرينال كورتكس، وتاني حاجه يقوم واخد الثايرويد معاه، يبقى خد الادرينال كورتكس والثايرويد جميل. طب بعد كده اخر حاجه يا اولاد يتبقى الجونات دي تقوم رايحه مع الاسترويد. يبقى تاني انا عايزها في دماغك، وتاني احنا يهمنا يا اولاد الهرمونات اللي هتتصنع هل هي بروتين ولا استرويد. فايه لك ان احنا عندنا اول حاجه البروتين بانها بروتين، فهم ثلاثه بحرف البي الباراثايرويد والبيتيوتري والبنكرياس، دول الثلاث اي هرمونات هتطلع منهم هتبقى بروتين يا اولاد، ونزود عليهم الكاتيكولامين. طب الناحيه الثانيه الاسترويد يا اولاد هقول لك ان هم دول كورتكس الادرينال كورتكس والجوناد والثايرويد. عارف لو بصيت على الثلاثه دول هيقول لك ان الثلاثه دول يا اولاد او الثلاثه دول هم دول نفس الثلاثه اللي كانت الانتيرو بيتيوتري بتاثر عليهم. عارف طب الثلاثه فوق كده اهو شايفين، ادي الثايرويد والادرينال كورتكس والجوناد، الثلاثه دول يا اولاد هم اللي هتلاقيهم مشتركين في نفس الناحيه. طب عايزك برضو اقول لك نقطه كمان، هي الاصح ولو عايز الصح اللي انا كاتبهم بالازرق دول يا اولاد هم مش قوي مش استرويد، ولكن هم امينو اسيد، ولكن انا حطيتهم هنا لحاجه هنتكلم عليها قدام. يبقى تاني يا اولاد تاني ببساطه هي دي اللي هتسهل علينا الدنيا والله يا اولاد، هتسهل علينا حاجات كتير جدا. اول حاجه البروتين يا ليبت، البروتين يا اولاد اول حرف بي، فيبقى بيتيوتري بنكرياس باراثايرويد، دول الثلاثه دول اللي مصنوعين من بولي بيبتايد، بروتين بولي بيبتايد. طب اللي مصنوعين من استرويد هم الكورتكس والجونات، دول البروتين ودول باراثايرويد ودول الليبت. طب في اتنين كمان مصنوعين من امينو اسيد، يعني دول مصنوعين من امينو اسيد، هنعرف كمان شويه ان ده مصنوع من التيروزين وده والتاني مصنوع من ايا كان، انا بس لحد ما نوصل له. الاثنين دول مصنوعين من امينو اسيد اللي هما الاثنين بالازرق، دول الثلاثه دول بولي بيبتايد، اثنين دول ليبت، والده
وده الاثنين دول يا اولاد من امينو اسيد، ولكن انا عايز حاطط لك كاتيكول منها انا قصدا، والثيرويد هنا قصدا عشان تعرف كمان شويه في اللي هتكلم عليه بعد كده ان الثيرويد دايما مع المجموعه دي والكاتيكولامين دايما مع المجموعه دي. تمام تمام. يبقى دي اول حاجه الكيميكال نيشر، مين بروتين 3 بي، مين الليبيد، الاثنين دول ومعاهم واحده من الامينو اسيد، وهم دول نفس الثلاثه اللي كان الانتيرو بيتر بيتاثر عليهم. افتكرها كده. تمام. طب بما ان البروتين ده يا اولاد او بما ان الجراند دي افرزت الهرمونات دي في الدم، وبما ان في منهم بروتين ومفيش منهم بروتين، فعشان يا اولاد يمشوا في الدم كان لازم ولابد الدم ده ما يمشيش فيه غير حاجات بتدوب في الميه. طب هل الليبيد بيدوب في الميه؟ هقول لك لا. فعشان كده يا اولاد كان لازم الهرمونات اللي احنا لسه قلنا عليها دلوقتي يا اولاد، الكورتكس والجونات، الادرينال كورتكس والجونات والثيرويد، الثلاثه دول يا اولاد لازم يتشالوا في بلازما بروتين. ليه لازم يتشالوا في بلازما بروتين؟ لانهم في نفس المجموعه وكمان مصنوعين من استرويد، والاسترويد ما بيدوبش في الميه، فكان لازم ولابد يا اولاد ان هو انسوليبل، خلاه انسوليبل وبالتالي احتاج لبلازما بروتين. طب لو انا قلت لك على البروتين هتقول لي يا دكتور البروتين بيدوب في الميه، فهل هيحتاج يا دكتور ان هو يمشي في بلازما بروتين؟ هقول لك لا. يبقى فهمت ازاي الترانسبورت اتاثر من اللي قبله؟ يبقى احنا عرفنا مين البروتين هم الثلاثة بي ونزود معاهم كاتيكولامين، ومين مين الليبيد هقول لك ان الثيرويد والاي سي تي اتش وكمان الادرينال كورتكس وكمان الجونادز هم دول الثلاثه الليبيد ليبيد انسول او ليبيد سوليبل، هم دول اللي بيدوب في الليبيد ما بيدوبوش في الميه. فعشان كده اثناء انتقالهم يا اولاد في الدم كان لازم ولا بد كل واحد منهم يبقى ليه بلازما بروتين يقدر يتشال عليه. يبقى انا لما اروح لك يا اولاد واجي اكلمك عن الثيرويد هرمون هقول لك ان الثيرويد هرمون اول حاجه ان هو بيتصنع من امينو بيبتايد، يعني امينو اسيد. الامينو اسيد هقول لك ساعتها ايه هو الامينو اسيد، يبقى انت فاهم خلاص. انا كاتبه لك بالازرق، الاثنين اللي بالازرق دول هم دول امينو اسيد. طب اجي اقول لك بعدها بشويه اول ما الثيرويد هرمون يطلع من الدم ويطلع من الجلاند ويروح للدم، هل هيبقى فيه بلازما بروتين مستنيه ولا مش مستنيه؟ هقول لك اه فعلا، لان في بلازما بروتين مستنيه وهنقول ساعتها اسمه، خلاص اسمه ثيرويد جلوبولين، ده هنقول اسمه ساعتها ما يهمنيش دلوقتي. يبقى انت فاهم من دلوقتي ايه السكيما اللي انت ماشي عليها. تمام. طب احنا قلنا خلاص يا دكتور طلع من الجلاند وراح للبلاد فيزل، ايه المفروض يعمله بعده؟ المفروض لما يروح للتارجت سيل لاولاد هيعمل ثلاث حاجات، المفروض ان هو بيعمل اثنين بس والثالثه دي حاجه مش المفروض يعملها. فهو يعمل يا اولاد حاجتين، اول حاجه ان هيروح يعمل اكشن، يعني ايه الحاجه اللي هيعملها لما يروح للجلاند، ايه الحاجه اللي هيعملها. تاني حاجه بعد ما يخلص شغله هيروح يقول للجلاند اللي بعتته ان انا خلصت شغلي، في حاجه اسمها كنترول او فيدباك. واخر حاجه لو حصل في اي مشكله يا اولاد بنسميها ديس فانكشن. يبقى تعالوا مع بعض نشوف ايه الميكانيزم اوف اكشن. المفروض يا اولاد ان احنا عندنا الميكانيزم اوف اكشن بيعتمد على ايه؟ بيعتمد برضه على الكيميكال نيتشر. يعني يا دكتور كل حاجه بتعتمد على الكيميكال نيتشر؟ ايوه كل حاجه بتعتمد على الكيميكال نيتشر. يعني ايه يا اولاد؟ المفروض ان الهرمون لما هيروح مثلا للخليه المفروض ان هو مثلا عندنا الاي سي تي اتش يا اولاد، الاي سي تي اتش هو هرمون طالع من الانتيريور بيتيوتري اسمه ادرينو كورتيكوتروفيك هرمون، هيروح على الادرينال كورتكس وهيروح للادرينال كورتكس يقول لها افرزي الهرمونات. خلاص كده تمام. لما راح للادرينال كورتكس قال لها فريز الهرمونات، كان لازم ولا بد يا اولاد ان احنا عشان نخاطر نخلي الخليه دي تفرز هرموناتها كان لازم نخلي الجينات اللي جواها تتعدل ويحصل فيها تعديل عشان خاطر افرد الكروماتين وابدا اصنع منه البروتين اللي انا عاوزه، اصنع منه الهرمون اللي انا عاوزه. طب يا اولاد هل الهرمون بقى لما يوصل للخليه هل هيخش لجوه لحد الجينات لحد جوه النيوكليوس ويقول للجينات ويحفز الجينات انها تطلع، ولا هيجي هيخبط على الباب من بره ويقول له وراجل محترم ويخبط على الباب من بره ويقول لهم انا محتاج ان الجلاند او محتاج ان الدي ان ايه بتاعكم يبدا يصنع لي ليبيد دلوقتي حالا؟ هو هيعمل اني واحده فيهم يا اولاد؟ تعالوا نشوف. وعلى حسب ايه؟ على حسب الكيميكال نيتشر. طب فهمني يا دكتور. هفهمك. يا اما يا اولاد احنا عندنا الهرمون هيجي يقف هنا عند الخليه في الريسبتور بتاعه، يا اما يا اولاد الريسبتور بتاعه يبقى جوه الخليه سواء في السيتوبلازم او في النيوكليس. يبقى تاني هو يا اما حاجتين الاكشن بتاعه هيتم عن طريق حاجتين، انا رايح للجلاند هقول لها يا جلاند افرزي الهرمون او افرزي البروتين ده. هتفرزيه ازاي؟ هقول لك ان انا هفرزه عن طريق يا اما هروح للجلاند دي الريسبتور بتاعي بره، يا اما هروح للجلاند دي الريسبتور بتاعي جوه الخليه، يا اما في السيتوبلازم او في النواه جوه. جميل. فبيقول لك يا اولاد مين اللي هيبقى الريسبتور بتاعه بره الخليه؟ مين اللي مش هيقدر يا اولاد يخش الخليه؟ هقول لك ان الخليه يا اولاد من بره مكونه من سيل ممبرين فوسفوليبيد. قلت لك ايه يا دكتور؟ فوسفوليبيد. عارف يعني ايه فوسفوليبيد؟ يعني البروتين ما يدوبش فيها. فانت كده فهمت ان البروتين هيبقى واقف هنا. اي هرمون مكون من البروتين انا قلت عليه من شويه الكيميكال نيتشر بتاعته بروتين، يقول لك ان هو هيقف بره هنا يا اولاد، ولما يقف بره هنا يبدا يبعت لي سكند ماسنجر هو اللي يخش ويبدا يعمل التاثيرات بتاعته.
طب لو كان ليبيد يا ولاد كان بيخش انتراسيلولار، هو ده اللي هيخش بنفسه لجوه، يقدر يخترق السيل ممبرين اللي مكون من فوسفوليبيد، الفوسفوليبيدات بس هي اللي تقدر تخترق الممبرين ده، وهي بنفسها يا ولاد اللي هتخش لجوه لحد جوه الخليه وتروح تاثر على الدي ان ايه وتقول الدي ان ايه صنع الخليه. طب عايزك تفهم، تعال نشوف. بيقول لك يا ولاد احنا عندنا، هنفترض ان ده بروتين هرمون، فيقول لك يا ولاد ان البروتين هرمون ده راح هنا جوه الخليه ووقف على ريسبتور، ده بروتين. تعالوا نكتب هنا، هنفترض ان ده بروتين، وبما انه بروتين يا اولاد فوقف على الخليه من بره، هل دخل جوه؟ لا. طب عمل ايه؟ راح يا اولاد وقف على الخليه من بره وبعت لي حاجه اسمها سكند ماسنجر. يعني ايه سكند ماسنجر؟ يعني واحد تاني هيوصل الرساله، مش هيروح يخش جوه الخليه يقول للجينات اعملي، او يروح يقول للخليه طلعي الفانكشن بتاعتك او اعملي الفانكشن، لا هو هيبعت حد تاني. ليه؟ لانه مش هيقدر يدخل، لانه بروتين والسيل ممبرين يا اولاد فوسفوليبيد. وبالتالي انا بعت السكند ماسنجر بتاعي ايا كان نوع السكند ماسنجر، وفي ثلاث انواع يا اولاد، في سايكليك ام بي، وفي الكالسيوم، وفي اولاد انستول تروي فوسفات او داي اسايل جليسرول. هناخدهم بالتفصيل. الموست كومن يا اولاد ان هو يستخدم اللي هو السايكليك ام بي، ولو احتجت ان انا كالسيوم او انستول تروي فوسفات ده لو احتجتهم ان انا في كالسيوم او محتاج ان انا اعمل كونتراكشن، يعني الهرمون ده مثلا رايح للجلاند وعايز تعملها كونتراكشن، بحتاج انستول تروي فوسفات او داي اسايل جليسرول والسايكليك ام بي. كل الثلاثه دول يا اولاد سكند ماسنجر، بحتاجهم امتى؟ كل خليه، كل هرمون ليه سكند ماسنجر خاص بيه، كل بروتين هرمون ليه سكند ماسنجر خاص بيه. جميل. فيقوم يا اولاد السكند ماسنجر ده هو اللي يروح يا اولاد يبدا يحفز سرعه البروتينات او الانزيمات او ايا كانت الفانكشن بتاع الحق بتاع الحاجه اللي الهرمون ده رايح لها. سهله سهله ان شاء الله. طب الثانيه يا اولاد بيعمل ايه؟ يقول لك ان احنا عندنا، كان عندنا الاسترويد، كان فيه ايه؟ كان فيه الثايرويد، وكان فيه الكورتيكال هرمون، الادرينو كورتيكال هرمون، وكان فيه معاهم الجلاند، صح؟ هم دول الثلاثه. يقول لك ان احنا عندنا ادي الثايرويد هرمون وادي الاسترويد، الاسترويد هرمون اللي هو يقصد بيها الاي سي تي اتش اللي هو الكورتيكال هرمون. يقول لك ان الثايرويد دخل، الاثنين دخلوا خلاص، بس بيقول لك ان الاسترويد يا اولاد الاسترويد ريسبتور بتاعها موجود بره النواه. طب الثايرويد يا اولاد جوه اهو، الثايرويد ريسبتور جوه النواه جواها، فيخش ويبدا يعمل شويه تعديلات على الدي ان ايه ويبدا ينسخ ويعمل التغيرات اللي احنا عايزينها. تمام، سهله ان شاء الله. يبقى لو بروتين هيقف بره، لو ثايرويد لو ليبيد او استرويد هيبقى يخش جوه سواء في السيتوبلازم او في النواه. بيقول لك ان مين اللي هيخش النواه؟ الثايرويد هو ده اللي جدع وممكن يخش النواه. طب مين اللي هيقف بره يا اولاد؟ الاسترويد. سهله ان شاء الله، ان شاء الله سهله. تمام. فبيقول لك يا اولاد باختصار، يعني بيقول لك الحاجه اللي هتبقى سيل ممبرين ريسبتور، انا كاتب لك هنا رقم واحد اقصد بيها البروتين، ورقم اتنين ده اللي احنا كنا قايلين عليه استرويد. بيقول لك ان احنا على الحاجه اللي دخل جوه اثرت على الجين سميناها جينوميك. طب مين اللي ما دخلش جوه اثر على الجين؟ ده سميناها نون جينوميك. الحاجه اللي وقفت بره هي بروتين ونون جينوميك، اما الحاجه اللي دخلت جوه هي جينوميك وانترا سيلر. يبقى كده يا اولاد عرفنا الاكشن، عرفنا الميكانيزم ازاي هيعمل اكشن. بعد كده بقى الاكشن بتاعه سواء اثر على البيتا بلوكيت، عمل انزيمات، طلع حاجات، انا ماليش دعوه بالحاجات دي كلها. يبقى الحاجات دي كلها انت فاهمها من دلوقتي. تمام. بعد كده يا اولاد بعد ما خلصنا الاكشن بتاعنا، خلاص خلصنا بقى الميكانيزم اوف اكشن وعرفنا ازاي الاكشن هيتم، تعالوا بقى مع بعض نشوف ازاي الكنترول. وبعد ما خلصنا يا اولاد المفروض ان الجلاند خلاص، المفروض ان الهرمون راح خلص شغله عند الجلاند، يروح بقى يقول له لصاحبه او يروح يقول للجلاند اللي هو قالها انا خلاص انا خلصت شغلي. فايه لكن التارجت سيل ده يا اولاد بعد ما يخلص الفانكشن بتاعته او بعد ما الهرمون يخلص الفانكشن بيقوم رايح على الجلاند اللي افرزها ويعمل حاجه اسمها كنترول او يعمل فيدباك. والفيدباك يا اولاد نوعين، يا اما نيجاتيف يا اما بوزيتيف. يعني ايه نيجاتيف يا اولاد؟ يعني بعد ما الهرمون يا اولاد يخلص الاكشن بتاعه يقوم رايح للجلاند اللي كانت فوقيه ويبدا يقول لها قللي السكريشن، انا خلاص خلصت. يعني انا بعت حد بعت حد برساله لشخص تاني وانا عمال ارن عليه، ارن على الشخص التاني اللي انا اللي الرساله مبعوته له. فيقول لك يا ولاد بعد ما الوسيط اللي انا بعت له ده راح ودى رساله، هيقوم يتصل بيه يقول لي خلاص ما تتصلش بيه، خلاص احنا خلصنا شغلنا خلاص، فانا مش هبعت حد تاني. طب لو انا عمل هو راح خلص انا عمال ابعت الشخص وهو يقول لي لا، يعني انا بعت الشخص وقال لي لا، دي اسمها نيجاتيف. يعني ايه نيجاتيف يا اولاد؟ يعني باختصار ادي الهايبوثالامس راح للانتيرو بيتيوتري يا اولاد قال لها طلعي التي اس اتش اللي احنا ثايرويد ستيميليتنج هرمون، فيروح للثايرويد يقول لها طلعي لي تي 3 وتي 4 اللي هو الثايرويد هرمون، فالثايرويد هرمون راح خلص الوظيفه بتاعته. يقوم الثايرويد هرمون بعد ما يخلص يقوم طالع يا اولاد عامل نيجاتيف فيدباك. دايما ده المشهور. يعني ايه نيجاتيف فيدباك؟ يعني الثايرويد زودت الثايرويد هرمون، قام جاي الثايرويد هرمون راح قلل كل الحاجات اللي فوق. دي اسمها يا اولاد حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك، ويبقى يا اما لونج يا اما شورت. يعني مثلا لو هو النيجاتيف فيدباك ده طلع لحد فوق يا اولاد ده بنسميها لونج،
او يا ولاد ان هو من الانتيريو بيتيوتري لما الهايبوثالاموس قال لها او امرها انها تفرز التي اس اتش راحت الانتيريو بيتيوتري طلعته كده سميناها شورت. هنعرف كل الحاجات دي بالتفصيل. طب لو هو يا ولاد الهايبوثالاموس الهرمون اللي هي افرزته دي طلع قال لها خلاص خلصي انا خلصت شغلي وقال لي دي اسمها الترا شورت. يعني حاجات بالتفاصيل كده مش هناخدها بالتفصيل قدام. يبقى تاني احنا عندنا ادي الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري ثايرويد والتي 3 والتي 4 واحنا ماشيين كده يا اولاد كل واحده من دول امر اللي تحتها. لو الثايرويد يا اولاد طلع لفوق للانتيريور بيتيوتري والهايبوثالاموس قال لهم خلاص قللوا شغلكم ما تبعتوليش حد تاني انا خلاص خلصت شغلي دي اسمها نيجاتيف فيدباك. لو طلع لفوق خالص يبقى اسمها لونج لوب. لو الانتيريور بيتيوتري هي اللي طلعت للهايبوثالاموس دي سميناها يا اولاد ايه شورت. طب لو طلعت الهايبوثالاموس الهرمونات اللي جوه هي اللي قللت الشغل بتاعها ده سميناها يا اولاد الترا شورت. ده اسمه الفيدباك. خلاص يعني ايه فيدباك؟ يعني بعد ما خلصت شغلي انا بقلل الحاجه اللي فوقيه اقول له خلاص انا خلصت. تمام. طب يا ولاد في حاجه غريبه شويه. في بعض الاوقات يقوم بعد ما الجلاند دي يا ولاد تفرز الهرمونات يعني الجلاند دي يا ولاد خلاص افرزت تقوم يا ولاد الجلاند دي افرزت الهرمون بعد ما بتفرز الهرمون يا ولاد وراحت للاندوكراين فانكشن او التارجت سيل بعد ما بتخلص يا ولاد يقوم الهرمون بعد ما خلص شغله يقوم رايح للجلاند يقول لها زوديني تاني. طب ازودك ازاي؟ طب ما انت خلصت شغلك. يقول لك لا زوديني تاني. والحاله دي يا ولاد مش هنقابلها في حياتنا او مش هنقابلها في الاندوكراين سيستم عامه غير في حالتين ودي هخليها ليكم فكروا فيها واللي هيفكرها ويجيب لي الاجابه ويجيب لي التفصيل احنا مش هنشوفها في الاندوكراين سيستم غير في حاجتين. خلاص الحاجتين دول مش هقولها لكم احنا هناخدها واحنا ماشيين في الاندوكراين سيستم ولكن عايزكم تدوروا اللي هيدورها ويجيبها لي ويجيب لي الاجابه بتاعتها ايه هم البوزيتيف فيدباك اللي عندنا ايه هم الاثنين بوزيتيف فيدباك اللي عندنا طول الاندوكراين سيستم. بس طبعا اول ما تسمع الفيديو ده تجيبها لي على طول وتجيب لي التفسير بتاعها قبل ما نخش على المحاضرات الجايه لانها هتظهر في المحاضرات اللي جايه. خلاص انا بغششكم واللي هيجيبها لي وهيجيب لي التفاصيل بتاعتها ويجيب لي الاجابه فعلا ويقول لي ايه هم الاثنين الهرمونين اللي يعملوا بوزيتيف فيدباك يعني على الرغم ان الجلاند افرزتها ودي راحت عملت شغلها والهرمون راح عمل شغله راح للجلاند وقال لها زوديني تاني واللي هيعملها لي جايزه حلوه قوي. خلاص يبعتها ويعمل لي الاجابه كامله ويبعتها لي. تمام تمام. يبقى احنا كده خلاص قلنا الهرمون هيعمل فانكشن بتاعته ميكانيزم اوف اكشن يا اما انتراسيلولار يا اما اكستراسيلولار وبعد كده هيروح يقول للجلاند بتاعته يعمل فيدباك يا اما نيجاتيف وده الاشهر وده الامثل. يعني الجلاند بعد ما بتخلص خلاص افرزت الهرمونات دي كلها وخلصت الهرمونات دي كلها الهرمون الاخير ده بدا يعمل فيدباك يطلع للهرمونات اللي فوق ويبدا يقول لها قللي الشغل بتاعك فممكن يكون لونج او ممكن يكون شورت او ممكن يكون الترا شورت على حسب المسافه اللي هيمشيها. واخر حاجه يا اولاد البوست فيدباك وهما اتنين هرمونات وهناخدها ونأكد عليها بعد كده ولكن اللي هيجيبها له فيك يا اولاد دي جايزه حلوه قوي. بعد كده يا اولاد اخر حاجه هي الديسفانكشن. يعني ايه ديسفانكشن يا اولاد؟ يعني واحنا ماشيين هنلاقي ان بعض الاوقات الهرمونات دي بدات شغلها ما تسيطرش عليه فبعض الهرمونات او بعض الجلاند يا اولاد بدا يحصل فيها زياده في الفانكشن بتاعتها فبدات تفرز هرمونات بفتره كبيره او بكميه كبيره او في بعض الاوقات يا اولاد هنلاقي ان الجلاند دي ما بقتش شغاله اصلا فبقت تفرز الهرمونات بكميات قليله. فيبقى احنا عندنا الديسفانكشن نوعين يا اما هايبر فانكشن يا اما هايبو فانكشن. والهايبر فانكشن غالبا يا ولاد هيبقى في تيومر يعني عنصر مثلا ثايرويد بدا يطلع فيها تيومر بيشنت معين جاله ثايرويد ربنا يعافينا جميعا يا رب بدا البيشنت ده يجيله تيومر في الثايرويد بدا يفرز الثايرويد هرمون بكميه كبيره فبدا يجيله شويه مانيفيستيشن نتيجه لشغل الثايرويد كتير او يا ولاد حصل هايبو فانكشن وده بيبقى يا ولاد يا اما مشكله في الهرمون الهرمون اصلا ما بيتفرزش من الجلاند يا اما مشكله في الريسبتور الريسبتور اللي الهرمون ده بيشتغل عليه ما فيش ريسبونس من الريسبتور ده للهرمون المفرز. تمام كده يا ولاد؟ تمام. انا ما يهمنيش خالص في المحاضره دي كلها غير الصوره دي يا ولاد ما يهمنيش خالص. يبقى انا وانا بكلمك عن اي جلاند واحنا ماشيين يا ولاد هقول لكم ايه؟ هقول لك احنا اول حاجه يا دكتور انت تقول لي ان الجلاند دي افرزت الهرمون فتقول لي كيميكال نيتشر بعد كده طلع في البلد فتقول لي الترانسبورت بتاعه عامل ازاي بعد كده هيروح للتارجت سيل فلما يروح للتارجت سيل اول حاجه هيقوم الفانكشن فتقول لي الاكشن بتاعه وبعد كده هيعمل فيدباك على اللي قبله او يعمل كنترول في اللي قبله فتقول لي الفيدباك بتاعه نوعه ايه سواء بوزيتيف او نيجاتيف وبوزيتيف هنلاقيها نادرا وانتوا اللي هتجيبوها هستناها منكم. اخر حاجه يا اولاد هي الديسفانكشن لو حصل ديسفانكشن في اي جلاند هل هيزيد الهرمون او هيقل ولو زاد ايه المانيفيستيشن اللي هتظهر على العيان ولو قل ايه المانيفيستيشن اللي هتظهر على العيان. اتمنى ان شاء الله تكون كانت محاضره بسيطه. الانتدكشن دي من اهم الانتدكشن وهتسهل علينا كتير قوي قدام يا اولاد في السيستم بتاعنا ايا كان المصدر اللي انت بتذاكر منه لازم تبقى سامع الانتدكشن دي هتسهل عليك كتير جدا قدام. اتمنى ان شاء الله يا اولاد كانت محاضره بسيطه ونتقابل في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله. Bye.